ممكن تكلمني عن احسن حاجة عملتها in your career؟ اقصد ايه اهم انجاز وظيفي في حياتك؟ طيب ممكن تقولي شايف نفسك فين كمان 5 سنين؟ سنين شايف نفسي كمان 5 سنين السلام عليكم يا عم محمود. عليكم السلام. والله ما انت قايم، خليك قاعد، انا عارف طريق. طبعا يا عم محمود انا كده طبعت ورقتين جنيه يا ابني. معلش بقى يا عم محمود انا مش معايا كوين. هو قديم شويه بس شغال يعني. السلام عليكم يا كابتن. نعم تعالى. هو انت اسمك ايه؟ اسمي وائل. طب شوف معايا عشان مش لابس النضاره دي. اتش ولا دبليو؟ دي اتش يا عم محمود. وما انت وائل، مين اتش واس دول؟ ما اعرفش والله يا عم محمود، سيبني بقى عشان عندي امتحان. السلام عليكم. يا ترى مين اللي فرط فيك؟ اتش ولا اس؟ توسعات ولا اصلاحات؟ يلا بقى توسعات يا عم محمود. ده انا نسالت لوح عشان تأجر لي المحل وانت مثبت فيه مش عارف ليه. امال ايه، الاجهزه كلها باظت مره واحده؟ باظت باظت يا راجل يا مخاوه محظوظ، عمري ما شفتك قافل المحل. كنت فين امبارح يا عم محمود؟ كنت في مشوار كده. مشوار كده ده هو اللي رحمك امبارح من بتوع المصنفات، جم لموا الاجهزه ونكدوا علينا. ايه؟ مسحول من الصبح عمال اراضي فيهم عشان يدوني الاجهزه، ما حلونيش غير لما حللوا مني 500. 500 يعني كام؟ 500؟ انت راجل طيب يا ام محمود. 5000 يا بابا. يا خبر، ده الموسم بينش يا ابني. ما هو لو بينش كنت سبت لهم الاجهزه. انا سايبر يا عم محمود مش فوتوكوبي، فاهمها لك ازاي دي؟ الفرق بين السايبر يا عم محمود وفوتوكوبي زي الفرق بين حليمه بولند وانجينا جولي. شكلك ما تعرفش انجينا جولي. ولا عارف الاولانيه. ربنا يعوض عليك يا ابني ويكرمك. قد الدنيا يا بابا. صباح الفل يا عم محمود. دفنتني على مليزه. مساء الخير يا استاذ محمود. مساء الخير يا استاذ حسني. وعد لك ابو حرف. معلش يا استاذ حسني هتفرج ان شاء الله. اخر مش عارف افهمها لك ازاي. انت مالك؟ مش مستاجر. مالك شقه، مالك دور، مالك محل 30 متر، يعني تنطبق عليك انك تدفع مصروفات الصيانه. قلت لك الموضوع ده اكتر من مره يا اخي. وانا ما قلتش حاجه يا استاذ حسني وبدفع. ده انت مكسور عليك 3 شهور دلوقتي، وهو الرابع قرب يخلص. رايح مش بقى حوده. معلش يا استاذ حسني، انت عارف اليومين دول ملخبطين والجو مريح. جو مريح؟ سامحني في اللي قالوه لك دوت، مش عارف ليه عندي احساس انك بتلابط. هتلابط. هتلابط. طب يا ريت يا استاذ حسني، ما بعرفش والله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. وبعدين انت عارف يا استاذ حسني وسيدي اللي عارفينه ان شهر 7 و8 و9 دول اجازات، يعني ما فيش شغل تقريبا.
بس ان شاء الله هتتحل، هتفرج ان شاء الله. ان شاء الله تفرج، بس يا ريت في اسرع وقت. انت فكرك انا عايز الفلوس ليه؟ عايز ادهن واجهه العماره حاكم طلحه النشعه. انا ما صدقت اتفقت مع جماعه بتوع المحاره. حاضر يا استاذ حسن. سلام عليكم. سلام ورحمه الله. عبد العزيز، عبد العزيز. هو مين بيلاقي عبد العزيز دلوقتي؟ ده واد زيبق، عمري ما احتجت له في حاجه ولقيته. طب عايزه حاجه يا ست صفيه اجيبها لك انا؟ بصراحه الاكسه خانه. تعالى اما اوصلك ايدك. اهلا، ازيك يا مدام صفية؟ ازيك يا دكتورة، عاملة ايه النهاردة؟ الحمد لله كويسة. حقنة السكر برضو؟ هو في غيرها؟ يا دكتورة دل، معقولة برضو استنتني؟ أنا مهلي خلاك ما لقيتيش عبد العزيز قدام باب العمارة، هتلاقيه هنا. تعبتك معايا يا أستاذ محمود. تعبك راح يا ست صفية. الظاهر في حد عندك في المحل. شكرا. يعني هو الزبون حيطير، الزبائن دلوقتي بقت واعية، عارفين طريقها. شكرا يا أستاذ. أنت اللي هنا يا عم الحاج؟ أيوة يا سيدي. أنا قعدت هنادي كتير، أنا خلاص كنت همشي. لا 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 لا، تمشي إيه؟ اتفضل قول عاوز إيه. عايز بس اعدي الحاجات في العقد ده. طيب يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. تعتبر هذا العقد لاغيا من تلقاء نفسه في حالة وفاة أحد الطرفين. الله، وليه الفل وحش ده؟ صاحب الكراج اللي أنا مأجر منه هو اللي شرط كده، خايف لا يحصل حاجة وأولادي يفضلوا في الكراج من غير رضا. معقولة برضو؟ ده الناس بتوعينا أبدع ناس ما يعملوش كده. مش أنت من هنا برضو؟ ايوه من جنة. بس انت عرفت ازاي؟ ما تعرفش اني اقدر اقرا افكارك زي عبد الوهاب؟ ها؟ ها يا راجل يا طيب. اسمك مكتوب قدامي هنا، فؤاد انيس صليب، مواليد انا، والعقد ده عقد ايجار واداره جراج في شارع العباسيه. بس انت محتاج بقى تغير عنوانك في البطاقه يا حلو، لأنك كل ما تيجي تعمل ورقة هتخبط مشوار لغاية هنا وترجع. شغلانة السايس دي شيء وشويات، ما حدش دلوقتي في مصر بيحب يركن عربيته بنفسه. الزحمة خربطت البلد. ده أنا كنت بدفع فلوس شهرية للأمن بتاع المول عشان يخلوني واجب في الشارع في مكاني. أمال أنت كنت بتعمل إيه في بلدكوا قبل ما تيجي هنا؟ فواخري، أصل عائلتنا كلتها بيشتغلوا في الفخار، لكن دلوق خلاص ما عادش حد دلوق عايز جلة يشرب فيها ولا زير يعملوا سبيل، كله قلب على الكردير، مية ساقعة كهربا. خلاص يا عم الحاج جبرت.
عمك عم محمود. يا هات عم محمود. شكرا يا ابو عزيز. انت كنت فين؟ مدام صفاء بتدور عليك. مصلحه السخان كده ولسه مودي لك كارت شحن كطلبها مني. بقول لك عم محمود، ما تطفي اللمه دي احسن، لو سبتها كده للصبح ممكن تتحب. لا ما بحبش اليافطه بتاعتي تكون مظلمه. طب ما ايدك على 20 جنيه اغيرها لك انا. 20 جنيه؟ اه يا عم محمود، ما في بدل انتقالات وبدل شاي وقهوه وسجايري، انا بجمع لك بقى. روح يا عبد العزيز قلب حد غيري، الله يفتح عليك. باذن الله. الو كريم حبيبي، وحشني. طب معلش معلش، ما انا معرفش انك بتنام بدري، ما انت لو كنت بتكلمني كنت خلاص خلاص خلاص، نتكلم بعدين. تصبح على خير يا حبيبي. بقولك ايه، عبد العزيز ورنا حجوك. هو في ايه يا ابني النهارده؟ الا ما تعرفش ولا ايه؟ النهارده عيد الحب، يعني فالنتاين كده بس تقفيل مصر. ببص يا حاج اللي هناك دول شويه حريم سناجل بيقعدوا بعضهم بشويه ورد ولا حاجه. ما الحرمان وحش. طب ما تفهمني اكتر، انا مش فاهم يا عبد العزيز. لا بقول لك يا زميل، انا ورايا مصلحه هيطلع لي منها حسنه، اروح انا وباجي لك وقت تاني. وبص دور انت برضو على الفيس هتلاقي كل حاجه حبيبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت كنت عايزك تكتب كام ورقة عندك كده، ومعلمك على الكلام بالماركر الأحمر. بص بقى، هتخلص وتعمل لي صفحة غلاف مكتوب عليها بخط كبير قوي بحث علمي عن الديناصورات، وتحتيها بخط أصغر إعداد هشام مجدي. بس بقول لك إيه، الحاجات اللي بماركر أحمر بس، عشان المرة اللي فاتت الدكتورة قفشت إن أنا نقلت كل حاجة كوبي بيست من ويكيبيديا. كوبي بيست؟ انت عندك كمبيوتر؟ اه طبعا، وبرنتر وحياتك. بس هو بصراحه انا مكسل اكتب واطبع، وفي الاخر هاخد درجتين وهيترمي. الموضوع ممل قوي، ربنا يكون في عونك. طيب هتاخد وقت قد ايه؟ قول ربع ساعه كده. حلو جدا، هروح بقى محل الورد اللي جنبك ده واجيلك تاني. سلام يا كابتن. النضارة. يزهر براس الديناصورات المتحجر أن بعض آكلات الأعشاب على مغطات البذور. لما يبقى في فصلة أقول لك إن في فصلة؟ آه، ولو في نقطة. طب قول لي كده، دي فصلة ولا نقطة؟ عشان أنا مش شايفة. نسيت. ماشي مشيها فصل. معلش تعبت معايا ست صفية. هو انت مش هتديني نسبة من اللي هتاخده؟ بهزر معاك، استنى بقى عشان انا مش شايفة والكلام ده صعب. لا خلاص، اللي جاي نقسمه بالنص. الحق ما ينفعش. يبقى هضطر اقول لك متشكرين يا ست صفية. الراجل هيجي يلاقي شغله ما جهزش كده، تبقى ضيعتي عليا زبون.
قلت ايه؟ قلت لا اله الا الله. خلاص اقري مره واحده وانا بكتب بسرعه. حاضر. فقال دعموا هذه داعموا هذه النظرية أن الديناصورات فشلت في التأقلم مع المتغيرات البيئية حولها نقطتين، وكان هذا الجمود في تاريخ نشوءها هو ما حكم عليها بالفناء. يعني ايه الكلام ده يا استاذ محمود؟ ها خلصت؟ تقريبا شويه فونتات بس بوضبها. لسه اتاخرت قوي. معلش يا ابني، اصل نسيت النضاره بتاعتي في البيت، فخليت مدام صفية جارتي تقرا لي. معلش عطلتك يا ست صفية. يعني عطلتني على الديوان؟ الحق بقى اروح الاجزخانه عشان اخد الحقنه. طب ما تخليكي شويه واوصلك. لا ما انا شايفه الواد عبد العزيز هناك اهو. يا عبد العزيز، عبد العزيز تعالى يا ابني وديني الاجزخانه. عن اذنك. يا عم الحاج، انا بقول بقى يا ريت تطبع على كده عشان عندي مشوار لازم اروح قبل ما اروح الكليه، كده الدكتوره هتفشخني. تفشخك؟ فالنتاين برضو؟ اسمه عيد الحب. الفالنتاين ده بيبقى في شهر فبراير. عايز ورده؟ هو انت سنجل؟ ها؟ يعني وحدين؟ مفيش حاجه كده ولا كده؟ لا لا، يعني سنجل ولا مش سنجل؟ عندك ملحوظات تانية ولا عايز نطبع على كده؟ عموما الورده دي مني ليك لو كنت وحدين، ولو ما كنتش فانت عارف هتديها لمين. حسابك كام؟ 10 جنيه. طب في سؤال يا هشام يا ابني، معلش، هو انت ما تعرفش الديناصورات انقرضت ليه؟ تعال يا حبيبي تعال. اكس ملوش نهاية، اكس has no end. اهلا يا بسنت، حماتك بتحبك. تونة تاني يا عم محمود؟ انت معاكش فلوس ولا ايه؟ معاش، ما نزلنيش على الكارت برضه. تاني؟ تالت، ده تالت شهر. سألت في البنك قالوا لي اسأل المسؤول عن التحويل. طب ما تروح تسأل في الجورنان. طيب يا عم محمود، مشوار تقيل على قلبي، مروحتش هناك بقالي كتير. ما مش معقول هتعيش حياتك على التونه يا عم محمود. النضاره فين؟ يا دي النضاره اللي مغلباك. عايز تقرا ايه طيب؟ تعالي اقري لي الخبر بتاع الحوت الازرق ده. دعا الصندوق الدولي لتوحيد جهود الإنقاذ بشأن انقراض الحوت الأزرق، والتي انخفضت أعدادها من 250 ألف في الثلاثينيات إلى 1000 فقط في الوقت الحالي. ويعتبر الحوت الأزرق أكبر حيوانات كوكب الأرض، إذ يبلغ طوله 30 متر ووزنه 130 طنًا. ما قالوش مهدد ليه بالانقراض؟ لا ما قالوش. غريبة. ما غريب اللي حالك يا عم محمود، أنت كده هتقلقني عليك بعد ما أمشي. امسك بقى كل رز بلبن. انت خلاص نويتي؟ انا نويت. سامح كان هيسافر كمان اسبوع، يبعت لي بعدها بالظبط وهنسافر سوا. السلام عليكم يا محمود. عليكم السلام ورحمه الله يا جمال. ايه مفيش اجهزه عطلانه ولا حاجه؟ لا كله كويس الحمد لله. مش عايز حبر عشان ماكينه التصوير؟ لا عندي كتير. انت اخر مره غيرت الحبر جه من كام شهر؟ انت بقيت تتعامل مع حد غيري؟ لا والله يا ابني، بس الحال واقف. طب بقول لك يا عم محمود، ما دام الحاله مش ماشيه كده ما تبيع العروسه. عندك مشتري؟ اعرف راجل عنده كشك في الميدان قدام السجل المدني والمحكمه.
بيصور بطايق ومستندات شخصية، الورقة بربع جنيه. ربع جنيه؟ أنا بصور الورقة بعشرة ساغ والمحل بينش. هو اللي واقف قدام المحكمة ولا السجل المدني وافتكر إنه يصور بطاقته ولا شهادة ميلاده هيجي لك عبده باشا؟ ده الراجل عليه طوابير وبيفكر في مكنة تانية. ها؟ متوكل على الله؟ لا يا عم شكرا. وانت جاي المرة اللي جاية يبقى هات لي رزمة 70 جرام. ماشي. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. مدام صفية. روح انت يا عبد العزيز انا حوصل مدام صفية. انت قلت لي امبارح انك هتاخدي مني نسبة في الفلوس اللي هيديهاني الواد بتاع الديناصورات. هو اداني 10 جنيه. والوردة دي حلال عليك. اتجننت يا محمود، الشارع شايفنا. طب وفيها ايه؟ في هيلسنوا علينا او يقولوا حاجة. يا يعني معلش خليها لك. شكرا. معلش عن اذنك. يا مدام صفية. ايوه يا استاذ محمود. طب بلاش الوردة. على الأقل اقبل عزومتي. ما ينفعش يا استاذ. احنا مش اتفقنا امبارح؟ اهو على الأقل نشوف الدنيا حوالينا ونبعد عن هنا عشان ما حدش يلسن عليك. أنا بحب الأفلام أوي. بس عمري ما دخلت السينما. عمرك ما دخلت سينما؟ لا يعني عمري ما دخلت السينما مع حد. دايما ببقى لوحدي. يبقى لي عزومتي بقى عشان تشاركيني حاجة بحبها. ما تفكريش. هعمل حسابي على آخر الأسبوع. ومبسوط للشغلانة الجديدة يا بهاي؟ مش زي ما كنت رئيس قسم. معايا 40 جميع صوابعهم تتلف في حرير. بس في الاول وفي الاخر انت في مكتب رئيس التحرير، ماسك المكتب، تاخد له مواعيده، تكتب له مقالاته. والرئيس لسه بيكتب على دشت؟ على قديمه بقى. بس انا احسن من ناس كتير اتنقلوا الارشيف او البوفيه. انت عارف ان مرتضى السيد قدم طلب ووسايط عشان يرجع ورجعوه البوفيه. البوفيه؟ ايوه. امال عمل ايه في تسويه المعاش اللي قبضها؟ رجعها. بس شوف يا اخي، كان بيموت في الشكر. اول ما اشتغل في البوفيه بقى جلده. بقول لك ايه، بعد ما نخلص موضوعنا ده نبقى ننزل عندي نشرب حاجه تحت. لا انا دوبك اخلص موضوع المعاش ده واتكل على الله. انا ساب المحل مقفول. الله صحيح، المحل اخباره ايه؟ ماشي. قلت لي قسم ايه؟ قسم الجمع. استاذ سيد، احنا عندنا قسم اسمه الجمع. يا سيدي، كان عندنا زمان ايام ما كان المحررين يكتبوا الاخبار والمقالات باقلامهم ويبعتوها لقسم الجامعة عشان يكتبها على الكمبيوتر. دور انت بس عندك في الفوردرات القديم. السينما لسه قدام. هو انت ليه محسسني انك اول مرة تنزل وسط البلد يا استاذ محمود؟ صحيح والله، انا اصلا كنت بشتغل في اليوم 16 ساعه 17 ساعه، خلص شغل اروح على البيت، اصحى تاني يوم اروح الشغل، ما كنتش بروح حته. تعال اما اجيب لك ايس كريم. يا ريت، والسكر اللي عندي. بس اتفضل انت. لا انا استني وجعان. طب السينما هي، تعال نعدي. ده كله اجنبي. الظاهر انه مش موسم افلام عربي. يلا نروح. لا نروح ايه، تعالي نخش الفيلم ده. ده فيلم كرتون. ومال احنا كبرنا على الحاجات دي يا استاذ محمود. انت هتكبري نفسك ليه يا ست صفيه؟ انت لسه صغيره. طب الناس تضحك علينا. محدش هيضحك علينا ولا حاجه. تعالي. فيلم ايه يا فندم؟ فيلم الديناصور. اتفضل يا فندم. Come
تبتدي بقى اقري لي الترجمة عشان انا مش هشوف لغاية هناك. حاضر. بيقول له اهلي وحشوني قوي يا سبوت. ده ارلو اللي بيقول له كده؟ في ايه يا جدع انت؟ مش شايف الكتابة؟ قلنا ماشي. وفي في الصورة قدامك حد غير سبوت وارلو؟ ايوه انا كنت خايف حد يبقى داخل بعيال تزن، اتهيأ العيال ارحم. بتقرف. قلت لك ان الفيلم ده مش لينا. سلامة. ايه يا ست صفية، احنا مش هنكمل الفيلم ولا ايه؟ بعد اللي حصل ده يا استاذ محمود، قلت لك الفيلم ده مش لينا. يمكن يقولوا حاجة عن انقراض الديناصورات. بقى معقولة دول هيجاوبوا على السؤال ده برضو؟ أنا مبسوط أوي يا ست صفية، أنا عمري ما انبسطت زي النهاردة. أنا ما كنتش عايز أبص على الشاشة طول ما أنت بتحكي لي الفيلم. أنت جميلة أوي يا ست صفية. أنا عاوزة أروح يا أستاذ محمود. خمس سنين دلوقت وانا لسه حاسه ان في حاجه ناقصاني. حاجه ايه اللي ناقصاكي دي؟ طب ده انتي زي القمر. يلا يا بكاشه، ده انا مركبه اسنان وشعري واقع من الكلاب. بس عارفه انا كل ده مش فارق معايا. اللي بيفرق معايا كل يوم وانا ببص لنفسي في المرايه ببقى عاملة زي الحرامية، خايفة عين من العيون تشوف اللي أنا مخبية. أنا ناقصني حاجات كتير قوي قوي يا دلي. هو الجو سقع ولا أنا كمان ناقصني دفا؟ هو الجو سقع. قومي نخش جوه. طب خدي الشاي بتاعك معاكي. مش رايح؟ لا هتروح ما تصغرنيش. وبعدين هي حاجه تساعد. طب امسك. ايه دول يا عم محمود؟ رحت الجرنان وابطل متاخر قد كده. منقوط جوازي. مش عايزه حاجه، انت اولى بيهم. يا بنتي هو انا في حد بيسال عليا غيرك انت؟ وتمن سؤالي عنك يا عم محمود. لا يا حبيبتي، دي مبروك بتاعت اللي بقولها لك. ماشي يا سيدي، الله يبارك فيك. وبعدين انت مش قلت لي البلد اللي انت مسافراها دي غاليه قوي، هي اسمها ايه؟ ملبورن في استراليا. وبعدين قلت لك ما تقولش مسافراها، انا مهاجره. يعني مش هشوف التاني؟ اللقاء نصيب. وبعدين حوش وتعالى زورني. خد بالك من نفسك يا عم محمود، ما تقلقنيش عليك. اتفقنا؟ هتملأ الابليكيشن ده وتستنى دورك، هينادوا عليك.
عليه نور يا اسطواب. شد حيلكم والله بارك لكم، عايز اخلص. شد على الله يا استاذ، بس والنبي لو تسمح لنا يعني بدون شيء عشان نعرف نشتغل. شيء بس كده عينيا الاثنين. السلام عليكم يا محمود. عليكم السلام يا استاذ حسني، معلش مش قادر اقول لك اتفضل، انت شايف؟ كان عليا انا شايف، بس الظاهر ان انت اللي مش شايف. ليه كفالة الشر مش شايف ايه؟ مش شايف العمال اللي شغالين دول والمقاول اللي عمال يمص دمنا في الرايحة وفي الجاية. انت عليك 5 شهور وبعدها لك عملت وعدني كتير وما بتنفذش، وما شكلك متنفض لي يا حودة. لا والله النهارده بالليل ان شاء الله هبعت لك الواد عبد العزيز ومعاه 2 شهر. شهرين؟ طب ما 3 متاخر كتير برضه يا حوده. طب اعمل ايه طيب يا استاذ حسني؟ ما انت شايف الوضع اهو، عكوسات. عكوسات ها؟ احنا كده. اول ما تيجي سيره الفلوس من صغير ده لكبير ده يقول لك عكوسات. خلاص الامتحانات على ابواب وان شاء الله ربنا هيسهلها. ان شاء الله يا سيدي. خد شويه الورق دول اكتبهم لنا على الكمبيوتر. كل ده؟ ايه كل ده؟ شويه ورق صغيرين. انت قلت لي هتبعت 2 شهر؟ 2؟ 3 متاخر كتير والله يا حوده. بس يلا اكتب دول. حاضر يا استاذ حسني، حاضر. الدكتوره دي قالت لي هتبقى تعدي عليا كل يوم في البيت تديني الحقنه بدل منزل في البرد ده. الدنيا برد فعلا، كلها اسبوعين ويخش علينا طوبه، وزي ما بيقولوا طوبه بيخلي الصبيه كركوبه، ما بالك بقى وهي كركوبه فعلا. ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده يا ست صفيه؟ انت زي الفل، انت الخير والبركه. بركه ايه بس؟ يلا حسن الختام، احنا بنشطب يا محمود واحنا مش حاسين. يعني انت مش هتنزلي تاني؟ لا دي هي اللي هتيجي. وانا مش هشوفك الا بالصدفه. ادعيلي بالشفا. سلام عليكم يا اسامه. السلام ورحمه الله. اصلا بركاته يا محمود. ده خطوه عزيزه يا براحم. اديك جيت على فجاه اهو، شفت العيال قاعده في علبه سردين، يرضيك كده؟ بيعني بقى المحل عم محمود. قلت لك ما ببيعش يا اسامه. طب اجره لي وتبقى خلصانه بالشيك. احنا مش هنخلص بقى من القصه دي يا اسامه ولا ايه؟ طب امرنا يا عم محمود. عاوز النت. مالك؟ عايز ادور على حاجه في النت. زي ما انت شايف يا عم محمود العيال كلها قاعده على اجهزه. طيب مرة تانية. استنى كده يا عم محمود، انت مش هتطول صح؟ لا مش هطول. طب لحظة
ولا كوتي قوم زودها لك ربعها. لا نص يا اسس. قوم ما تبقاش تقيل بقى، زودها لك ربعها واخلص. مفيش لعبه بوازيك يا جدو. بس يلا شد بلاستر انت، هو عيب. اتفضل يا محمود. كنت عايز بقى تدور عليه على النت. هو مش ممكن اي سؤال هنلاقي اجابته هنا؟ قول لي اللي انت عايزه وانا هسرش لك عليه. انت بتدخن عم محمود؟ عاوز اعرف الديناصورات انقرضت ليه؟ دكتورة داليا مساء الخير. ازيك يا حبيبتي؟ اتفضلي ثانية واحدة اكون معاكي. تستمعون في هذه الوصلة من ألحانه وغنائه ما تحرمش العمر منك، زمان يا حب مش كفاية، نورة مع فريد الأطرش. شكلك بتحبي فريد. لا بحب ليلى مراد. تستغربيش، ليلى صلاها كانت على نيتها. عارفة أغنية دخنو بتاعت عبد الحليم حافظ؟ هي دي بقى كانت بتاعت ليلى مراد، بس هو خطفها منها بصنعة لطافة. وبيقولوا كمان ان اغنية فريد قلبي ومفتاحه بيقولوا ان هي كمان بتاعت ليلى مراد. مرة زمان كنت قاعدة بسمع الراديو وسمعت تسجيل نادر لفريد، كان قاعد على العود كده ومتسلطن في بروفا وبيغني الاغنية، ويوميها قال كوبلي ستاتي. كوبلي ستاتي؟ اه، يعني مكتوب لواحدة ست ما غنهوش في الاغنية الاصلية. بيقول ايه بقى؟ يا مسهر دمعي على خدودي، كرهني غيابك في وجودي، ونسبتك أدبل على عودي، وارجع من غير ما تقول عودي. ومن يوم ما سمعتها وانا بقعد كل يوم استنى فقرة فريد في الراديو عشان يمكن يجيبوها تاني واسجلها. انت يا داليا الحاجة الوحيدة اللي بستناها وبتيجي في ميعادها. انت مش مضطرة تستنيني. لو أعرف بس ماله الألم ترحمي نفسك من الحقن دي. عشان أشوفك، عشان أشوف أي حد، عشان تطمنوا عليا أن أنا ما جاليش كومة سكر، عشان أما أغيب عنك ما تعرفوش أني مت من الريحة. موت إيه اللي بتجيبي سيرته بقى دلوقتي؟ بعد الشر عليك حبيبتي. الموت مش شر. الشر أنك تخسري كل حاجة وأنت عايشة، حبايبك، صحتك، والباقي منك كواحدة ست. ديني دراك بقى شكلك عشان تحرمي تقلبيها دراما تاني. شكرا يا دكتورة، أشوفك بكرة. عبد العزيز بتعرف تقرا؟ صدق كده عيب يا زميلي، ده انا معايا ده يا عم محمود. طب تعال. ماشي وريني. شوف معايا كده، دي محمود ولا محمد؟ محمود. طب ودي؟ محمود برضه. انت تلات ارباع اللي ماتوا اسمهم محمود. الولا يا عم محمود. هو انت يا عم كنت في الجورنال؟ أنا بجيب لك صفحة الوفيات دي تكتبها إزاي؟ الوفيات دي مش اختصاص الجميعة،
ها؟ الجميع، الجميع دول الناس اللي بيكتبوا المقالات والأخبار على الكمبيوتر. الوفيات دي من اختصاص قسم التنفيذ الفني. يعني اللي عايز يعمل ناعي يروح للإعلانات، والإعلانات تبعتها للتنفيذ الفني على طول. فهمت؟ السلام عليكم يا محمود. عليكم. لا انت اكيد بتهزر، اكيد بتهزر يا عم محمود، ديناصورات ايه بس؟ طب انت ليه ما جيتليش يا عم محمود قبل ما تدخل ترسيني كده في السيكي، بدل ما انت مبروز نفسك قدام شويه عيال ولاد هرم اصلا ما تربوش، جاي تقول لي ديناصورات؟ ما عرفتش امنعهم من الضحك بصراحه. بس انت ضحكت معاهم يا اسامه. ما الموضوع سف جدا بصراحه يا عم محمود، تعالى تخيل الحكايه دي ما حصلتش، وانت عايز تعرف الديناصورات دي انقرضت ازاي؟ هتدخل على صفحه جوجل، هتاخد معاك وقت. وانت فاكر ان انت سيرش انتر هتلاقي الاجابات طلعت لك وانت هتختار؟ انت راجل طيب يا عم محمود. ديناصورات يا عم محمود انقرضت، ما ماتتش مقتول عشان تلاقي اجابتك في كلمتين ثلاثه. وانت ما عملتش البحث ده ليه وطبعتها لي على ورقه اقراها في البيت؟ ما انا بعت البرنت عشان اجيب للعيال جويستيك. ايه؟ دراعات بيلعبوا بيها العاب على الكمبيوتر. العيال اللي انت ضحكت معاهم. ده لو شايفت الواد زيزو هيضحك عم محمود. مش هدون على ايه؟ بس يا زيزو عايز عمك محمود في كلمتين ناس كبار. ما احنا كبار برضه يا اوس. طب غور دلوقتي بطل لطاخه يلا. غور ماشي يا سكسيك. سكسيكه؟ حبيب عم محمود. اكسر لك عظم وشك يا زيزو. بس كله كوب. الواد اللي قال لك ديناصورات يا جدو. ده انت لو كنت اتولدت سنتين بدري كان زمانك لحقتها. هو ده اللي ضحكك يعني؟ حقك عليا يا محمود، انا عارف انت زعلان مني. اصبر اصبر. عشان تعرف ان انا جاي طيب بخاطرك واعمل معاك الرايت، انا هديك وسط نت في المحل. والسلك عليا. واول شهرين مني ليك عشان ابقى عملت معاك فوق الرايت. بس بعد ما الشهرين يخلصوا في 30 جنيه كل شهر. بجد؟ بجد يا عم محمود. انا عندي عزم منك يا عم محمود. رغم ان انا عارف ان انت لو عرفت سكه النت دي، الديناصورات هتبقى اخر اهتماماتك. وهتعمل منكش على النت وهتحير قلوب العذارى. اسمع مني. قد الدنيا يا بابا. قد الدنيا يا عم محمود. ايه يا اسطى انت وهو؟ انتوا بتدخنوا وترموا السجاير قدام المحل؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ فين المقاول؟ مين الرئيس العيلة؟ معلش يا حاج، حقك عليا شوية بوهية بس وقعوا بالغلط. معلش معلش، دي هترجع لي اسمي على اليافطة؟ انا عينيا الاتنين ليك يابا. شوف تتكلف كام ولا اقسمها من يومية الحيوان ده. ده يعني لو بتقبل العوض. عليه العوض ومنه العوض. لا حول ولا قوة الا بالله. شكرا يا حاج. تخلص يا بقى وكمل شغلك وباخد بالك بعد كده. يا سيتي يا سيتي يا سيتي. ايه ده بيزو؟ في ايه؟ كلم الحاج ده عايزه. ايه يا حاج؟ امرني. انا كنت بسال عن السهيتي. ايوه امرني يا حاج.
انا ابنه انس. هو مش موجود يعني عدي عليه وقت تاني؟ لا مش هينفع حاج مأمون. تعيش انت ما؟ اه لا وصل مشوار كده صغير لغايه الجنه صد رد وجاي على العشاء. يا حاج في ايه؟ مالك في ايه؟ روح على بيز هات واحد ليمون بسرعه سكر عالي. حاضر. يا حاج اقعد يا حاج. اقعد يا بابا. ايه ده بابا؟ لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه الا بالله. واضح ان الحاجه كان عزيز عليك قوي. انا شفته مره واحده بس جه عمل لي اليافطه بتاعتي. كل الزعل ده وما شفتوش غير مره واحده وخليتنا اطلب لك واحد ليمون ما بطلبوش لنفسي وسكر زياده. انت عارف كيلو السكر دلوقتي بكام يا عم الحاج؟ كنت تقول لي وانا اعملها لك. قرص ناخد العلب دي تعمل بيها قرص. خد يا موكش. تعال يا عم الحاج نقعد هناك العيال تلعب كوره. يلا موكش. يعني انت ممكن تكتب لي اللوحه بنفس الخط؟ اكتبها لك؟ مين اللي قال اللي انا اكتبها لك؟ الشغل ده بقى واسود خلاص يا عم الحاج. دلوقتي كل شيء بالكمبيوتر. الكمبيوتر؟ يعني مش بخط اليد؟ لا ما تقلقش انا خط حلو على الكمبيوتر. ايوه كده يا اخي والنبي تبسم فكها ربنا فكها علينا. اشرب اشرب. خط اليد ده كان زمان يا عم محمود. الدنيا اتغيرت خلاص. صدق وتؤمن بايه؟ لا اله الا الله. السيتي الله يرحمه ويحسن اليه قعد سنتين قبل ما يموت ما يمسكش فرشه وكتب بيها حرف. عارف السيتي لو عايش وشاف العيال حاطه العيله بالبويه بتلعب بيها كوره كده كان طب ساكت وقع فيها. بقول لك على حاجه انا ما فيش حاجه بيعملها السيتي انا ما بعملهاش. لوح تعازي تهاني وجمالات انتخابات كل ده يا عم محمود بعمله بس على الكمبيوتر. اه والله يا عم محمود. يا استاذ. نعم. حضرتك رايح فين؟ الحقيقه مش فاهم سؤالك او فاهمه خايف اجاوبه وتزعل. هل دي حاجه تخصك؟ انت مالك متضايق كده يا ابني؟ انا شفتك خارج من الصيدليه وجاي على البيت. الصراحه اول مره اشوفك. طيب يا سيدي انا الدكتور احمد شوقي وطالع عند الست صفية فوق. امال الدكتوره داليا فين؟ داليا في اجازه. أنا مكانها من الفرع التاني. خدمة تانية؟ طب اتفضل هطلع معاك. نعم. تطلع فين؟ ليه إن شاء الله؟ عشان الست صفية دي ست وحيدة، ما ينفعش تطلع لها لوحدك. ده أنا أعرفه إن الست صفية دي ست كبيرة، يعني في مقام أمي. وماله يا ابني؟ الأصول أصول. طيب طيب. اتفضل، اتفضل خلصني من المشوار ده، اتفضل. تفضل واقف عندك ولا هتطلع معايا؟ معلش يا دكتور اصل ما جبتش النضاره معايا، ممكن تقرا لي الورقه دي؟ اللهم طولك يا روح. الساده ملاك العماره رقم 7، برجاء العلم ان الاجتماع السنوي لانتخاب رئيس اتحاد ملاك سيعقد يوم الثلاثاء بعد صلاه العشاء في شقه مدام صفيه. كما سوف يناقش الاجتماع ميزانية العام الماضي، لذلك نرجو من الجميع الحضور. مين اللي ماضي تحت ده؟ ده واحد اسمه حسني عبد الواحد. ان شاء الله بقى ولا ايه؟ اه يلا. ها؟ يلا. مساء الخير يا ست صفية. مساء الخير. أنا معايا الدكتور بتاع الصيدلية، هو أول مرة يجي هنا. فسألني فقلت اما ادله. اتفضل يا دكتور. اتفضل. اتفضل. اتفضل يا دكتور. اتفضل. ازيك يا ست صفية؟ بخير يا استاذ محمود، كفاية سؤالك. طب استأذن انا؟ لا عيب ما يصحش، ما ينفعش تمشي من على الباب كده. اتفضل اشرب شاي. مش عايزة اتعبك. ولا تعب ولا حاجة، الشاي على النار. اتفضلوا اتفضلوا. اتفضل يا دكتور. اتفضل. 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 لا 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 يا عطلة. لا 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 ما حصلش حاجة. اتأخرت بس شوية. زباين بتيجي وتمشي. طيب اتصرف عاد اتصرف. بيع أي حاجة ولا ما تقدرش خلاص. ماشي يا عطلة يلا مش هتأخر. ماشي يلا.
يلا سلام. سلام بقى. تفضل يا دكتور. تفضل يا استاذ محمود. تسلم ايديكي. لا مش هينفع عشان الست صفيه لازم تاخد حقنها عشان انزل. بدي تيجي برضو. سكرك ايه يا استاذ محمود؟ لا انا هشرب من غير سكر عشان اشجعك. هايل هايل تشجيع ده هايل جدا بس الست صفيه لازم تاخد حقنها دلوقتي. اتفضلي. اتفضل يا دكتور. شايفة ان شاء الله. الله يخليك يا استاذ محمود. طب استاذن انا بقى. لا اقعد كمل الشاي بتاعك. تفضل. كريم جميل قوي شبهك. لا ده طلع حلو زي جدته. هو انا ممكن اسالك سؤال يا ست صفية؟ تفضل. هو ليه الباشمهندس كريم ابنك مش بيجي يزورك يعني ما بشوفوش؟ ما انت عارف بقى الدنيا تلاهي وهو صغير والسكينة سرقاه وشغل البترول صعب والخليج صعب. بس استنى هنا انت تعرف منين انا عندي ولد اسمه كريم وباشمهندس كمان؟ هقولك بس تلاقيك نسيتي من كام سنة كده بعتيلي الواد عبد العزيز عشان اكتب صيغة توكيل عام لكريم. كريم احمد بسيوني. ما شاء الله ولسه فاكر ده نمسك الخشب. معقوله انا ما اكتبش ورقه وانساها ابدا. تتجوزينا يا ست صفيه؟ الو كريم حبيبي وحشني. شفت كلمتك ازاي اهو قبل ما تنام. عامل ايه؟ لا يا حبيبي انا بس اصلي كنت حامل ماموجرام الاسبوع الجاي وكنت حابه اتكلم معاك. لا يا حبيبي مش عاوزه فلوس. حاضر يا حبيبي هقول لك. تصبح على خير. خلي بالك. السلام عليكم يا محمود. عليكم السلام ورحمه الله. مبروك على الدهان الجديد. الله يبارك فيك يا سيدي. هتركب واسطه النت على انهي جهاز؟ الجهاز ده. هتطلع تشم هوا بره 10 دقايق مش عارف اشتغل من قعدتك دي. يلا يا محمود. يلا يا محمود الليل نازل علينا. طيب دكتوره داليا. دكتوره داليا. ايوه يا محمود. استشاره طبيه لو سمحتي. تفتكري في اي حاجه تمنع ان واحد في سني تمنعه يعني ربنا يرزقه باطفال؟ الحقيقه ان في حد قريب يعني هو اللي كان عايزني اساله. الصراحه هي واحده قريبتي. بص يا ام محمود انا صيدلانيه يعني لازم اسال دكتور وارجع لك. بس قريبك ده او قريبتك يعني لو في سنك قول لها تهتم بصحتها قفي. اهتم بصحته افيد لها.
انا خلصت يا محمود. الراجل ده واقف مستنيك. السلام عليكم. عليكم السلام. هل يوجد هناك انترنت؟ انت بتشمه ولا ايه؟ يوجد. هل من الممكن ان اجر ساعه من فضلك؟ تفضل يا ابني. وبكم الساعه؟ والله الانترنت لسه بشوك وانت اول واحد هتستعمله. خليه تتفاعل. اقعد هنا. هل وجدت هيدفون؟ ها؟ سماعات؟ ايه؟ ليست هذه. دي سماعات. هيدفون، سماعات وميكروفون. حتى استطيع الكلام والاستماع معا. هذه سماعات فقط. بس دي كويسة، هي صوتها في الأغاني بيخربش شوية لكن كويس. لا أريدها للأغاني. هل هناك كاميرا إذن؟ كاميرا؟ لا ما عنديش. لا مش هتنزلي إلا لما تخلصي الشاي. يا مدام صفية أنا سايبة الأجزخانة لوحدها. أنت ناقص تقولي لي استنى معاكي قلبي ومفتاح. معلش خليكي معايا شوية، أنا ريقي نشف من قلة الكلام. والله بقى انت ممكن تنزلي وتشوفي الناس عادي. لا انا مش عاوزة انزل. مش عايزة تنزلي ولا مش عايزة تشوفي حد؟ هو انا باين عليا قوي كده؟ بصراحة باين عليكم انتوا الاثنين. يمكن جاسوس يا زميلي. جاسوس ايه؟ جاسوس ايه؟ ما بتشوفش تلفزيون ولا يا عم محمود؟ هي افريقيا فيها جواسيس. انت ما شفتش ديك النهارده استاذ انا لسه خارج ده مش عارف ايه؟ وقال انهم قفشوا شبكه التجسس والبنيه. وبعدين انت مستعب بافريقيا؟ ومش هيبني سني في اسامي يقطع عننا الميه؟ ربنا يستر علينا. هو الجاسوس هيكون عاوز يمن عبده باشا. ما انت يا استاذ يا عم محمود. كليه هندسه على بعد خطوتين منك. صوت الطيارة خشالة. طب انت عارف صوت الطيارة ده فيه ايه؟ ده فيه كل تراث ام كلثوم وفريد والمكريك. يعني ممكن ياخدوها ما يبقاش عندنا مكريك. جاسوس ما بالك المرة الجاية سايره في الكلام واقفل الباب واطلب البوليس. أو الجيش. في رقم بيزعوه كده في الشريط بتاع القنوات هجيبهولك. ما يصحش كده يا محمود، انا مش صغير معاك ولا مع الناس يا اخي. في ايه يا استاذ حسن؟ فين الفلوس؟ طب استهدى بالله. الله، وانا كل ما اكلمك في فلوس تقول لي استهدى بالله. جرى يا اخوان جزلنا على بعض ليه؟ ما تصلوا على النبي. عليه الصلاه والسلام. انا مش هينفع اعدي على الاستاذ كل شويه كده. ابطي الصوت. لا مش هوطي الصوت يا محمود، اديني ميعاد محدد ونهائي تدفع فيه المتاخر عليك. يا استاذ حسن انا مش لسه باعت لك شهرين. طب ما هو الراجل في نيته يدفع ومديك شهرين. ما يعملوش حاجه الشهرين يا اسامه. وانا قايل له كده. خلص الكلام يا محمود. اقسم بالله العظيم اما دفعت اللي عليك لقط عليك الماء والكرامه في المخروب ده. هو ده حق جيره. طب النهارده ايه؟ 10 ديسمبر. واحد واحد باذن الله. واحد واحد اشتغلني. وانت في حد بيهاول المحل عندك؟ ده اللي بيخش لك بيسالك على العنوان ويا ريتك بتديله صح. وكل شويه تقول لي الشهر الجاي امتحانات. اصبر شويه على الموسم وما فيش اي حاجه بتحصل وانت قاعد بتلعب لي على الجهاز. انت بتعمل ايه؟ ايه ده؟ للدرجه دي انت فاضي؟ قاعد بتفرج على حيوانات؟ واحد واحد لو ما دفعتش اللي عليك ما تلومش الا نفسك. طب ايه ده بس يا عم حسن؟ انت اكبر من كده عيب. تعالى معايا تعالى معايا بس استهدى بالله. استغفر الله العظيم يا رب. مش حيوانات، دي ديناصورات انقرضت. الحيوانات لسه موجوده حوالينا في كل حته. انما الاستاذ من انهي بلد بقى؟ النيجر. اردع ناس. نيجيريا. النيجر وليس نيجيريا. واسمك كريم ايه؟ عثمان. عثمان سليم. هو انت هنا من قبل 25 يناير ولا بعد 25 يناير؟ انا هنا منذ سبتمبر.
قبل العام الدراسي، هل تتركني أنهي بحثي؟ أيوة، بتبحث عن إيه يعني؟ أبحث عن أيزاك دابرو. ده أي واحد صاحبك تايه منك؟ أيزاك دابرو ليس صديقي، يمكنك أن تقول إنه ملهمي. أتعرف؟ شاركت النيجر في دورة الألعاب الأولمبية لأول مرة منذ 50 عاما بالتمام والكمال، ولم نحصل قط على ميدالية سوى ميدالية برونزية وحيدة جلبها الملاكم النيجري أيزاك دابرو. وإيه اللغة الغريبة اللي أنت كنت بترطم بيها أول يوم جيت عندي هنا المحل؟ ترطم تعني تتكلم؟ أيوة. الحوسة. وكنت بتكلم مين؟ عائشة حبيبتي، لم أسمع صوتها منذ جئت، لا أدري إن كانت شبكة الإنترنت لديها ستسمه بذلك أم لا. طب أنا ممكن أخليك تسمع صوتها، بس بشرط تترجم لي هي بتقولك إيه وإنت بترد عليها تقول لها إيه. لكننا نقول أحيانا بعض الأمور الخاصة. والله ده شرطي الوحيد. وبعدين أنا الواد عبد العزيز مقلقني منك أساسا. ها قلت إيه؟ أيوه إنا سنك كزوميني ينزو. هي كانت بتقولك إيه؟ تقول لي إنها تفتقدني، تتأمل صورتي في الشوارع وفي التفاصيل الصغيرة. يا ابن الحاجة اللي انت بتداري دي بيروسول طعمها برشام. ماشي ماشي يا ابو سامة. ها محمود، تعرف تربطها ولا انت صغير؟ طب ما انت كبير اهو متعرفش، تعال اربطها لك. الله يرحمه ما كانش بيعرف يربط كرافته زيك كده، كانت امي اللي بتربطها له. برنس في نفسه، حتى لما طلع المعاش بقى برضه يصحى الصبح بدري يقوم تربط له الكرافته وينزل يقعد على القهوه ويرجع لنا الساعه 3:30 العصر. لما امي ماتت الله يرحمها بقى يصحيني انا كل يوم الساعه 6:30 الصبح، لدرجه ان انا بقيت اتعود اصحى لوحدي في نفس المعاد. في اليوم اللي اتأخرت فيه في الصحيان وراحت عليا نومة، قمت جري عشان ادخل اوضه اربط له الكرافته، لقيته مات. فال حلو، خلي بالك من المحل. استاذ محمود خير؟ مش هتقولي لي اتفضل؟ اتفضل. منور ابو حرفي، انا مش عاوزك تزعل مني من اخر مره انفعلت عليك فيها، بس ده عشان السكان مسؤولين مني كرئيس اتحاد ملاك يعني. يا رب تنفذ وقتك وتسدد ديونك قبل واحد واحد زي ما اتفقنا. حاضر ان شاء الله. ان شاء الله يا سيدي، شاكرين لذوقك. طيب لا مؤاخذه نستاذنك عشان عندنا اجتماع اتحاد ملاك. ما انا هنا عشان الاجتماع يا استاذ حسن. نعم. انا عاوز ارشح نفسي رئيس اتحاد الملاك. انت بتستعبط غير انت؟ انت مستعجل وانت مالك؟ يا استاذ حسني تنسيت كلامك ولا ايه؟ انا مالك في عرف العماره دي، مالك، مالك شقه، مالك دور، مالك محل 30 متر، مالك، وزي ما بتطالبني كده بالمصروفات فكل الحقوق تنطبق عليا كمالك. اسمع يا محمود، انا صبرت عليك كتير قوي. اتجوزيها يا ست صفيه. انا مش قلت ايه؟ قلت اكيد اتجننت، ما ينفعش، انا ست ارمل. هو يعني عشان ست أرملة تقولي ما ينفعش يا أستاذ محمود؟ الناس الناس يعني ما ينفعش، أنا عندي السكر وابني كبر وهيقطعني، ما ينفعش. اسمعني يا راجل، أنت أنا مش هسمعلك بالكلام الفارغ ده. اتحاد الملاك مسجل في الحي، ولو عملتوا انتخابات من غيري هروح أطعن عليها هناك. أنت مصدقنا؟ طب إيه أقولك بقى، أنا هعمل انتخابات وأنا بفخيلك تركبه. صحيح انفضى وحش. أدوني صبرت عليك كتير قوي. ليه؟ انا كنت عارف ان اتحاد الملاك بيجتمع عندك هنا كل شهر، فقلت اجي بالمره اشوفك وابقى جنبك. بس انا ما ينفعش راجل يدخل حياتي، انت ما تعرفنيش، انت شايفني من بره بس. انا كل 6 شهور بستناكي وانت راجعه من الاشعه، ولما اشوف وشك مرتاح بحمد ربنا.
تتخضيش، انا عارف من اول ما تعبتي. يوم ما نزلتي عبد العزيز بالاوراق عشان اصورها يظهر كنت عايزه تبعتيها لحد، انا عارف. بس لسه عند رايي، انت جميله قوي يا ست صفيه. انا مش بحارب الزمن يا ست صفيه، انا بس عاوز اخد منه اي حاجه تفضل بعدي. وعاوز ايه يفضل بعدك؟ في الاول كان عيل. عيل ايه يا راجل يا عجوز انت؟ لما كان حد بيطلب مني شغلانه عشان اخلصها له كان يحلف يقول لي وحياه عيالك، وانا ما عنديش عيال. الكلمه دي كانت بتاثر فيا قوي. انا لو مت يا ست صفيه مش هيفضل حاجه من بعدي، كاني ما جيتش. انا كل اللي طالبه دلوقتي شويه ونس وحد يفتكرني بعد ما اموت. وهو ده الونس اللي انا بستنى في اغنيه فريد على الراديو، يا مسهر دمعي على خدودي كرهني غيابك في وجودي. ان سبتك ادبل على عودي وارجع من غير ما تقول عودي. ايه ده؟ انت سمعت التسجيل ده انت كمان؟ انا عمري ما قابلت حد سمعه. انا قديم يا ست صفيه. وانا كمان، عشان كده بقول لك مش هينفع. حاجة يا أنسة؟ آه، عاوزين صباع روج. روج؟ أيوة، تقبي وتختصي وتجيب لنا صباع روج. حاضر، ثانية واحدة. بإذن الله كل حاجة هتبقى كويسة، ما تخافيش. أنا مش خايفة من المرض. أمال خايفة من إيه؟ أنا بس خايفة على اسمي. خطيبك؟ لو سابك هتلاقي اللي أحسن منه جاي بيكلبش فيكي، صدقيني. قبل ما حاجة بتنقطع جوانا ربنا بيعوضنا بوصل تاني، أخ يروح، حبيبي يجي، ابني يسافر، حاجة حلوة تحصل، ناس تعجز وشعرها يبيض، راحت بال تيجي مكانها. متخافيش. ينفع يا مدام صفية؟ ينفع قوي يا حبيبتي، تسلم ايدك. حطي بقى روج، لانك ما ينفعش تدخلي الماموجرام وانتي مش ست الستات، وست الستات دايما حلوة. صح، حطي روج بقى. أشعة زي الفل. الحمد لله يا رب، الحمد لله. شوفيك كمان ست شهور إن شاء الله.
عم عزيز امورنا يا زميلي. انت قلت لي قبل كده ان الفالنتاين ده بيجي مرتين في السنه، مره عدت ومره الشهر اللي جاي، انهي يوم بقى؟ ليه يا محمود يا شقي؟ عاوز اعرف. انا مش متاكد والله. 14 15 يعني هيبان امتى 14 ولا 15؟ هو لا العيد يا عم محمود، هو 14 و 15، انا بس اللي مش عارف. طب ابقى اعرف وقول. ماشي، بس ولا قبلها مالت ايه مع الجاسوس؟ انا شايف خارج من عندك امبارح بالليل. مش جاسوس ولا حاجه، ده غلبان من نيجيريا. هوبا نيجيريا، مسور افريقيا يا باشا، يعني رشيد ياكيني وكانو اموكاتش. مين دول؟ دول احلى لعيبه جابتهم نيجيريا يا عم محمود. مين ينسى ياكيني في كاس العالم وهو ماسك الشبكه عمال يعمل كده اهو؟ ده احلى فرقه تلعب بيها فيفا 98 واحد لواحد، وتاخد الكره بكانو وتقعد ترقص بكده وكده. هيجنن انا هيجنني، كل ما قرب يبعد عني. دكتورة داليا تعالي بس الحق يا عم. ايه اللي حصل؟ اللي حصل؟ احكي لك بس الحقيقه والنبي الله يبارك. انا حذرته كذا مره والله يا دكتوره، اللي بيعمله ده هيفتح على نفسه مجالات وحكايه، بس ما اعرفش ان حسني ده برضه هربانه منه. انا مش فاهمه حاجه، ممكن تفهمني واحده واحده؟ عم محمود جاله خبر ان هم عينوا رئيس اتحاد ملاك العماره من غير ما يقولوا لي. ايوه انا عارفه الحكايه دي، مدام صفيه قالت لي عليها. ايوه ما هو ما سكتش، ما هو بقى راح كاتب ورقه مكتوب عليها اتحاد ملاك عماره باطل، وراح لازقه بعرض العماره كلها. تمام، جرح بسيط مش هيحتاج غرز. بس انا برضه ما فهمتش ايه اللي عمل فيه كده. ما هو حسني بقى زهق وراح نزل عم محمود مسك في خناقه وراح زقه اتخبط. تمام ادينا خلصنا. تسلم ايدك يا دكتور. طب الحساب كام بقى؟ حساب ايه؟ يعني الشاش والحاجات دي. خلاص يا اسامه روح انت، يلا روح. حاضر يا عم محمود. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. هي كويسه. أنا بفكر أعمل لها مفاجأة على الفالنتاين. فالنتاين مرة واحدة؟ تبذيب بقى وكده؟ لا، أنا بفكر أطبع ورق كتير مكتوب عليه تتجوزيني، زي ما عملت في اتحاد الملاك كده. محمود أنت عايز تتجوزها بجد؟ أيوه طبعًا. مش عايز تجيب لك حتة عيل كمان يا راجل يا مجنون. لا دي كانت فكرة هبلة كده، سيبك. أنا عاوزك تساعديني. إيه المطلوب مني؟ عاوزك تنزلي أهالي يوم الفالنتاين. إزاي؟ مش عارف. أنا ممكن أقول لها يومها إني شغالة لوحدي في الأجزخانة وما أقدرش أسيبها، فتنزل تاخد الحقنة هنا. أنا أوعدك أول بنت نجيبها هسميها داليا. مش بقول لك مجنون. يا عم محمود عثمان انت فين يا ابني؟ بقالك مده ما شفتكش. امتحاناتنا في الازهر قد بدات، اقدم لك صديقي عثمان. برضو؟ نعم، لكن من السودان. اكرم ناس. شكرا. استنى ده انا محضر لك مفاجاه. رشيد ياكيني، كانو اموكاتشي. اموكاتشي من هؤلاء يا عم محمود؟ دول اشهر لعيبه كره في بلدك نيجيريا، دول معروفين في العالم كله، ده حتى الواد عبد العزيز عارفهم. عم محمود انا من النيجر. يا ابني ما تلخبطنيش بقى، انا مصري انت ايه؟ نيجيري. شفت بقى فين الاختلاف في اللي انا بقوله؟ يوه يا عم محمود ما فيش اختلاف. ادخل ادخل. قول لي ايه الدوشه اللي كانت تحت دي؟ ده الاستاذ حسني زرف عم محمود بنيه. ايه تحس واقف من بتوع مدرسه اسماعيل اباني بيتنطط على واد خخامي من اللي سيه. والاستاذ محمود كويس؟ كويس ايه؟ ده الدم كان نافر من مناخير، ده كان هيموت فيها. الغريبه بقى انه كان طالع من عمال بيضحك وقال له ابعت لك العلبه دي. ايه دي؟
لا ما اعرفش ما قالني بس باينها كده وصيته. في حاجة يا عبد العزيز؟ مش تفتحيها ولا يا ست صفية؟ لا يطلع عاتتلك فيها قنبلة. طب روح انت. شكرا يا عبد العزيز. فين صاحب المحل؟ أنا صاحب المحل. صنفات. أم. جانا بلاغي إنك عندك برامج مضروبة. يابا البلد كلها مضروبة. اخرس يا. ماشي يا عم سايق، بس ما تخنش صوتك علينا والنبي. لموا الأجهزة وتعالوا ورايا. معلش يا عم محمود، اتحلوا ان شاء الله. شفت يا عم محمود؟ قلت لك جواسيس. قلت لك يا عم محمود مش هتاخد ساعه زمن. بقول بقى واطبع حبيبي يا عم محمود حبيبي. هابي فالنتاين يا ست صفية. صفية ست صفية يا راجل احنا كملنا على الكلام ده عيب. انا عاوزك تعيشي حياة سعيدة. بس ابني كريم مش هيوافق على جوازي. يا ست صفية كريم ابنك عايش برا مش عايش هنا. طب الناس هتقول علينا ايه؟ يقولوا اللي يقولوه. هيقولوا ايه؟
راجل عجوز خرفان حب واحدة واتجوزها. ما تتجوزيني بقى. الحق عم محمود تعال معايا بسرعه. في ايه يا عبد العزيز؟ الست صفيه قاعده على الرصيف قدام المحل. هخش اغير ايه؟ تغير ايه يا عم محمود؟ تعالى زي ما انت كده. يلا حد من الجيران او السكان شافنا شاف اليافطه حق اللي كريم جه وقعد يزعق وطردني. مبقاش عندي حته اقعد فيها يا استاذ محمود. طب هدي نفسك يا ست صفيه، معاش اللي زعلك. قطع لسانك. معلش ما تاخذنيش، ده برضو ابني وحته مني. حقك عليا، حقك عليا. طب قوم يلا اطلعي بيتي عندي الليله دي. خد عبد العزيز يلا شيل الشنط دي ووصل الست صفيه. وانت هتبات فين؟ هتصرف. شكرا يا استاذ محمود. اللعبة تخلص عندك جيم اوفر. هيا بي استهدى بالله. بس عم محمود استهدى بالله بقى. طلعت معايا في المحل بقى وقعد لوحدك كده. تعال امسك عم محمود. ايه ده؟ تاخد الفلوس دي وتروح ترجع الاجازة بتاعتك وتفتح محلك وليك عليا. هطلع لحسني بكرة اقول له مالكش دعوة بعم محمود وفكك منه خالص. لا اوعى تعمل كده، دي الحاجة الوحيدة اللي مخليها لحياتي طعم. عمري ما عملتها. ان اطلابط على حد قوله. خلي فلوسك معاك يا اسامة. انا كان نفسي في المحل بتاعك عم محمود، بس انا عارف هو بالنسبة لك ايه. خاف يكون رابطة الكرباطة اللي ملحقتش اربطها لابويا. ريحني وخد الفلوس مني. لا طب مدد جسمك شويه على الكنبه. مش هيجيلي نوم. بقول لك على حاجه، قوم اقعد على الجهاز ده ودور على الديناصورات بتاعتك. لا علمني بوازيك. يلا بينا بوازيك. كريم يا حبيبي يا عالم، هتسمع التسجيل ده امتى؟ ولا هتسمعه وانا عايشه ولا لا؟ يوم ما رجعت وشفتك روحي رجعت لي من تاني، بس انت ما ترمتش في حضني وقلت لي وحشتيني يا امي. وقد ايه الغربه صعبه، قلت لي خليكي عندي. أنا السنين اللي فاتت دي كلها مخلياني عندي، لحد ما كل اللي عندي راح وما بقاش فاضل غيري. وفي يوم جاني عمك محمود. صدق إني معرفش اسمه محمود إيه، بس هم بيقولوا له محمود فوتوكوبي. المهم في يوم عمك محمود قرر إنه يصحى ويفتح عيني على الدنيا اللي أنا مش عايشاها. عمك محمود بالنسبة لي البيت الجديد اللي نفسي تزورني فيه يا حبيبي.
سعيد اديهم الاجازه بتاعتهم. ايه ده يا معلم العروسه اللي كنت بقولك عليها؟ اسطوره الفوتو كوبي في عبده باشا. اللهم صل على النبي، واضح ان حالتها كويس. استعمال طبيب. طبيب ايه؟ استعمال مجدي يعقوب. واني شارع يا ابو عمو مرضي؟ الحمد لله. اهم حاجه اني رجعت عثمان. عثمان مين؟ ما انا مسمي الجهازين دول عثمان. بابا ان شاء الله تطلع مقاسك، لو فيها حاجه اظبطها لك على السخان عند الواد طلبه. ايه جهاز واجر اربط لك الكرافات؟ لا انت مش هتربط لي الكرافات. ليه؟ انا اللي هربطها عشان انا قررت اعيش. بقول لك يا اسامه، مش انت كنت عاوز تشتري المحل بتاعي ده؟ يا ابو حنفي انا هديهولك بس مش هبيعهولك، هشاركك عشان العيال تلعب بوازيك، وانا هعمل شهر العسل. حقا هتفسح انا وصفية. حقك برضه. قد الدنيا يا ابو حرفة. دول يا محمود اللي جايبهم يشهدوا على جوازنا؟ دول حبيبه زينا، ربنا ناولهم اللي في بالهم. انت تعرفهم كويس؟ امال ده الاستاذ عثمان من السودان، وده برضه الاستاذ عثمان من نيجيريا. النيجر، والله العظيم النيجر. النيجر 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 النيجر. من رفاي والبنين. بس سمعينها زغلوطه كده يا دكتوره بالصلاه على النبي. مبروك يا عم محمود. سمعينا اللي انت سجلتيه. امال فين صوتي؟ ما هو ده بس وراه مزيكا. فين صوتي بجد؟ ليك ما سجلتيش؟ مش الواد عبد العزيز علمك ازاي تسجلي؟ قال لي وطي الصوت ودوس الزرار ده. يعني ما دوستيش على الاحمر؟ لا. هو ما سجلتيش؟ ايه؟ انت مش فاكره اللي انت قلتيه؟ لا مش فاكره. خلاص على بالك، كل ما تفتكري حاجه بيقوليها لي. ابقى اسجلها تاني.